وخطين وحبابنا وحقيقة ديالنا وكلنا كيسول علينا من وحقاً كلمة فيكم تالي الله يرحم الوالدين. أنا كما كتعرفوا على أبي هديني هي هدي واش مش عايش في ذاتي أحتاج ويتم صوتهم كل واحد في حياته. ولكن دابا الحمد لله ابتلاء العام تدي ربي شوية عيان وهادشي اللي كتشوفو راك وموت كندمو عليه. وملي قهر كورونا وقهر الشيء هذا الله يحي لنا وعليكم هذا اللباس يعني شوية من الصحة وشوية من الوقت ولكن الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أخواتي إخواني، شكرا للتفاعل ديالكم على الفيديوهات الأخيرة، شكرا للكومنتات الزوينين اللي درتوا لي والتعاليق. كنتمنى أن هادشي يعني يستمر وبقى يعني واحد العطاء بيني وبينكم وواحد اللقاء جميل بيني وبينكم. فهاد الفيديوهات ملي شفت بزاف الناس يعني كيقبلوا أنهم يشوفوهم فقلت استمروا في هاد السلسلة ونتكلموا اليوم على واحد الإرث التاريخي والإرث الصناعي اللي خلاه الجد رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، الجد الطيب ديال الأب بوكريشة اللي كان كي يعني الصناعة ديالو هي صناعة البلغة المغربية الأصيلة. وغادي نتكلموا على المعاناة ديال الصانع المغربي، وغادي نتكلموا على مراحل صناعة البلغة المغربية. قبل كل هذا الشيء نقولوا بأن أسباب المرض ديال أبو بكريشة كانت بسبب هذه المعاناة اللي كيعانيها الصانع المغربي مع البلغة المغربية، مع المواد السامة اللي كيستعملوها، لأن هناك كولا يعني داك الغراء اللي كيلصقوا بها البلغة، هناك داك الماكينات اللي كيستعملوا باش كي يعني يعطونا داك الملمس الناعم ديال الجلد، حتى هي واحد النوع ديال الغبار اللي كتخلف وراءها. هاد الغبار اللي كيستنشقوا الصانع المغربي وكيؤدي به الى تليف الرئه. هذا موقع من الاب ابو بكريشة رحمه الله واسكنه فسيح جنته. فغادي نخليكم مع مراحل ديال صناعه البلغه المغربيه وباش كتوصلنا بهذه الجوده ومعاناه الصانع المغربي، وكذلك هذا الركود اللي وقع من بعد وباء كورونا في هذه الصناعه التقليديه. فخليكم معنا. ديال الغلب ديال السيبة ديال الغلب في وقعت مكان بوها القطاغة انا كان شي بوها في الفلون انا كي بوها كيدوزو عند البطان كيبطلهم، وملي كيتريقلو ملي كيريقلو من البطان كنديهم للمعلمة، المعلمة كتصولهم هاد التوقيف هذا اللي هو هذا، من بعد كنجيبوهم عند المعلمة وكنعطيوهم الخياط الفراش. من بعد العملية اللي ورانا الأخ سي محمد كيوجد لهم الشعر على الشكل هذا، كيدوز عند هاد السيد. اش كدير أخي سي محمد في هاد الوقت؟ كنعطيو فراش.
نهار كي خيط راه كير فريس السفره بدا من الشي مي راه تنسنى عليك شي كومونس تنسنى ديال المهرب الصناعي راه مضروب خاصو الحل ضروري خاصو الدين يديرو شي حل هاد الغرفه الصناعيه راه مسؤولين ضروري يديرو شي حل راه ضروري الصناعي اللهم لا ضرك الله الا راه مضروب ولكن خاصو الحل ضروري واش حنا داك الرامي تنستافدو بيها وتنمشيو بيها وتنهيلو ويديرو لنا الدمج ونسولو لنا نخلصو يجي نبغيو 3000 4000 ريال ديال الشهر باش ننافسو في السيد درت 70 درهم النهار باش يكمل وكاري وكاري كاري ديال الحاج الله يجزيكم بخير خصنا شي حاجه يديرو مسؤولين يديرو معنا شي حاجه الله يحفظ الوالدين شنو هما المشاكل اللي كتلقاو في هاد الصناعه الاكراهات؟ المشاكل ديال الصناعه فيها لا قليل لا والو. الانسان هو خدام تيطلع لبرا تخدم عند هذا وعند هذا وعند ما كاينش المستقبل ديالها ما كاينش يعني ما كاين لا حقوق لا والو. هذا هو المشكل اللي كاين في الحاله كما كان سيدنا الله ينصرو عطانا لك البركه تعاوننا بها حنا مشينا من بعد ملي كدوز على الخيال كدوز على هذا السيد اللي كيتسمى الحسن ولكن اخويا المسؤول اللي كيتسمى كتولي قابله باش تنفس عند الله سبحانه وتعالى شي راه ما كاينش كنساليهم هاد الطريقة ديال الحسالي بحال هكا فردا كتحسن بحال هكا كتفينا كنغطيوها بحال هاد الطريقة هادي هكا ديريها من تحت كنشدها من هنا ندفيني سيو هكا كنردها يا صناع كنجيبها من جدا من هنا كندوزها طريق ديال الماء هكا بالثلجة هكا طريق ديال الكل الماء كتسدلك من هنا بعدا كتعطي شوية ديال الضو وكنشدها كنقسمها هاد الطريقة هادي هاد الطريقة هادي هكا بعدا كنقر هكا ولا عطيك 850 يعني عندك 150 ريال ديال يعني اللي بغيتي تطلب يعني خصهم يدير لكم السوق خاص بكم تاني تبيعوا شغلكم بيديكم السوق يكون فيه الكونفيونس ويكون فيه الشفافيه ويكون معقول اما السوق راه كاين في المدينه ولا يمكن يقطعي لك انت البياسه ب 50 درهم ويعطيك فيها هو 850 ولا يعطيك 800 يعني راس مالها ما كاينش يعني كياخذ منك هو باش بغا ولا يمكن منين كيحطها هو في المحل وهذا كيطلب داك الشيء اللي بغاه هو مثلا يقدر يطلب فيها هو يعني الا بعتي له انت ب 50 درهم ولا ب 60 درهم ولا بالغا شحال هو يقدر يبيع شي زابون براني زابون عادي غادي يبيع له عادي من البراني راه شكل اخر العادي غادي يبيع له ب 12000 فرانك غادي يبيع له ب 2400 يعني كيضرب اكثر من يعني كيربح اكثر من داك الشيء اللي باش واجده الطريقه اخي حمد شنو هذه هذا هذا سيدي كنا كتخلط البلاد هذا كتخلط التبلاط التبلاط اي بدايه باش غادي تفونتي الفردة كتبدا بهذه الطريقه هذه كتبدا كتبدا كتشد الفردة بحال هكا كتركبها على الفورمه شنو الفكره داخله فيها شويه ديال العصرانه لان كتخدم على الفورمه بالنسبة للبلغة الأخرى كتخدم غير عادية يعني يدوية كتخدم 100% غراز يدوية والغراز هادشي اللي كاين بالنسبة لهذا راه كتخدم على الفورمة بحال هكا يعني كدير الفردة على الفورمة بحال هكا وعاد كتبدا من البداية ديالها بالنسبة للبلغة الأخرى تقليدية 100% لا كتبدا يدوية 100% والمواد والمواد اللي فاش كتستعملوا هادشي واش رخيصة ولا غالية؟ اخويا بالنسبة للمواد في هاد العام بالخصوص داكشي ولا خيالي الصراحة لأن هادشي مابقاش دابا يلاه
مشيت نخلص، وانا ما عنديش باش نخلص، باش بدي نخلص. ما 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 انا ديال صناعي هي الصنعه بحال هكا كيخدم من هذا الصناعه، الصناعه طايحه لي غاليه، طايحه لي غاليه ملي كيهول بحال دابا السوق الشغال وهذا كيقول له مثلا زيدنا غير واحد الليره صنعه زاد زاد هكا ما كيبغيو شي يزيد. وبنادم بحال ما قال لك الصناعي كاري وخصو يخلص الكراوي وغادي يجي الماء والضو هذا وشنو غيصور مع هذا المعلم. براي شلا ما يسقال ورا لسان.